السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ بخير لاباس عليكم. مبروك علينا الحجر اللي خرج، اللي طلق لينا، ولينا يعني الناس كتخرج وكتسرح رجليها وكتشم الهواء، ولكن واحد ما يمنعش واحد يحافظ على التباعد الاجتماعي بيناتهم باش ما ان شاء الله هذا المرض نقضيو عليه، وبنادم يستافد من هذا الشيء اللي وقع، يحضر راسو ويدير الكمامه ويحافظ على راسو ويغسل يدو. وخا خرجنا وخا لا، دائما التباعد الاجتماعي حافظوا عليه وتابعوا معايا، ان شاء الله غنقول لكم وصفه زوينه من داك الشيء بمناسبه هذا الصيف اللي دخل. غنوريكم واحد الوصفه زوينه لطرد الحشرات الطائره من بعوض وذباب واي حاجه كتكون طائره، ناموس، اي حاجه كتكون طائره. غنوريكم واحد الحاجه كتكون عندكم في المطبخ ساهله ماهله باش غادي تطردوا بها هاد الحشرات اللي كتكون كثيره عندنا في الصيف. وتابعوا معايا بنياتي وليداتي. بسم الله على بركه الله، كاين عندنا هاد الماده اللي قلت لكم كاين عندنا في المطبخ موجوده لطرد هاد الحشرات الطائره اللي كتهجم علينا في الصيف. دائما نقول حلوا الشراجم ديالنا نتنفسوا، تيدخلوا علينا هاد الذباب والحشرات، منهم البعوض. يعني البعوض هو الشنيوله اللي كنقولوا حنا بالمغربيه الشنيوله، والبعوض، وكاين الناموس، وكاين بزاف الحشرات اللي كيدخلوا على الطائره. اي حشره طائره كيقضي عليها هاد الماده. هاد الماده هو القهوه، القهوه اللي هي يا كتكون ماشي سريعه الذوبان، القهوه اللي هي مطحونه اللي كان معروفه هي القهوه. انا نقربها لكم تتشوفوا القهوه اللي كنكونوا طاحنين على يدينا ولا شارينا مطحونه، كتعرفوها اللي كتكون ديال الطبيخ، قهوه ديال الطبيخ البن. الناس كيقولوا الخوين كيقولوا البن، هو هذا. هذه الماده راه زوينه، فيها رائحه زوينه، واكتشفناها انها كترد الحشرات الطائره بواحد الطريقه زوينه من داك الشيء. اش غنديروا لها بنياتي؟ غادي غير معلقه وحده غادي ان شاء الله غادي نطردوا بها الحشرات. تابعوا معنا الطريقه، غنوريكم بنياتي طريقه بنياتي هي هذه. غديروا واحد شويه ديال الفاخر، واحد المجمر صغير ديال تبع ديال اللي كنبخروا به، ولا عندكم شي مبيخ راه ديال تريسينتي يعني ديال الضو، ولا عندكم شي حاجه، اي حاجه كديروا فيها التباخيره جيبوها. واللي ما عندوش ياخذ غير واحد الانيه تكون ديال الحديد ولا مقيله، ودير فيها شي فويخرات ويشعلهم ويحطهم، يعني حتى حاجه ما صعيبه. هذه هي الطريقه، كتشدوا هاد الفويخرات اللي كتشعلوهم وكديروا فيهم واحد شويه ديال القهوه بحال هكا، بحال هكا القهوه، غديروها بحال هكا فوق من هاد النار انتما، وغادي تبخر لكم الدار كامله، وما غتبقى لكم حتى شي حشره اللي هي طائره غتبقى لي في الدار، وهي رائحتها زوينه. ولكن هما عند الله ما كيحملوش هاد الرائحه، يعني هاد الحشره الطائره ما كيحملوش هاد الرائحه نهائيا. كيف غادي يشوفوا يشموا هاد الرائحه غادي يخرجوا، ما غاديش يبقى، يا اما يموتوا يا اما يغادروا المكان، ما غاديش يبقوا عندكم في الدار نهائيا. من ذباب، يعني ذباب، بعوض، حشرات، كلها طائره، منهم داك البعوض اللي كيقرص الشنيوله راه كتقهرنا في هاد الصيف. علاش انايا درت لكم هاد الفيديو؟ بان الناس بزاف الناس كيعانيوا من هاد البعوض، كيجي الصيف كيقوى بزاف، عاد تحل الشراجم كيدخل يدخل عندك وما كيبان حتى الليل يبدا يقرص فيك. هذا هي الطريقه بنياتي، ساهله ماهله، ونتمنى بنياتي وليداتي عطيتكم افاده اللي هي عندكم في المطبخ ديالكم، ساهله ماهله بلا ما نطول عليكم بنياتي، نعطيكم الافاده اللي هي معقوله وما نطولش عليكم. وراك نتوما الافاده راك تفاهمينها وهي طايره، غتعرفوا بان البن راه مزيان وتيطرد الحشرات. غير جربوه وردوا عليا الخبر، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم والى اللقاء.